الخير والصحة والعافية، حياكم الله جميعا في كالنبور، جولة خفيفة سريعة. يقولون ان هذا ارخص سوق، مع اني انا اشوفه سعره عادي مرتفع. طبعا في نفس المكان اللي بالماركات واسعارهم طيبة، هذا المكان صراحة عندهم اشياء كثيرة واسعارهم جدا مناسبة. بتحصلون عندهم سلمكم الله جميع انواع الماركات، طبعا جميع اصناف. الدور الاول يمكن العطور، الدور الثاني الساعة، الدور الثالث ملابس رجالية، الدور الرابع اللي بعده نسائية، اللي بعده رياضة، وحين هذا الدور للاطفال. بعد لكم بعد شوي اسمه. طبعا اللي بيصور الشاشة هذا يصور الشاشة، هذا الشارع، منطقة الشارع هذه كلها يسمونه السوق الهندي او الاسواق الهندية. ودك باكل مصري؟ حاضر، نرجع نشوف الدنيا هنا، نرجع لاكل مطعم مصري. هذا هو المطعم المصري، وشاري وغيره من الاشياء. يا بول كشري، شوي صورت لكم عنوان احد المولات اللي استكليت فيه الاكل المصري. هو عبارة عن مجمع، نفس ما ذكرت لكم، مجمعين تجاريين كبار لازقين بعض. هذا المجمع الصغير وفي مجمع الكبير اللي كنت فيه قبل شوي. هذا حي صغير للتصوير، موجود فيه حي العرب والناس تصور. درازة من الناس